بسم الله الرحمن الرحيم. حياة الذاكرين، هدفنا تصفية قلبك وروحك، تصفية عقلك وذهنك. هدفنا انك تهدى، تسكن، طفي المكان اللي داير. قرب من ربنا، غمض عينيك، عيش حالة روحية جميلة مع الله. 20 دقيقة بس كل يوم كافية انها تظبط حياتك ومزاجك واحساسك وقربك من ربنا سبحانه وتعالى. انت محتاج تهدى، انت محتاج تصفي ذهنك وروحك. الدنيا متعبة واحداث الدنيا قاسية واحنا بنتعب، والعصر اللي احنا عايشين فيه مرهق. انت محتاج كل يوم اهدى. 20 دقيقة مع ذكر الله كفيلة انها تعبر بروحك من حدود الزمان والمكان لتصل الى الله، الى حب الله، الى الهدوء، الى السكون. انت محتاج، انت محتاجة، انت هتتعبي كده لو ما بدأتيش تجربة ذكر الله. هتعاني كتير في الحياة. الذكر ده دواء الحياة، الذكر ده مرهم يداوي الجراح. وعشرين دقيقة كل يوم مش كتير، بس لازم على الأقل 20 دقيقة، مش 2 ولا 3. هو زي ما تروح للدكتور ويقول لك الدواء تاخده جرام كل يوم، فتروح تاخده نص جرام وترجع تقول له انا ما خفتش، يقول لك انا قلت لك خده جرام كل يوم. في طريقة لتصفية ذهنك وروحك مع ذكر الله تخليك عايش اسعد.